أبو ظبي وتحديدا من مدينة العين، ومعنا الآن السيد خليل سلطان بن رحمة الشامسي من منطقة العراج، وهو صاحب ومدير عام هذه المزرعة. سيد خليل، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. أسعد الله مساكم كل خير، تشرفنا بزيارتكم. الله يسلمك يا رب. يا مرحبا. يا هلا بك. ولكن سيد خليل سلطان بن رحمة الشامسي، احنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج مبادرات وطنية. الله يسلمك. يا مرحبا. ولكن كسياسة البرنامج، يعني دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، يعني اكيد هناك بدايات السيد خليل وهناك مكان ترعرع فيه، نرجع للوراء شوي، كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية يا سيدي؟ بداية انا درست مدينة العين. نعم. وتوظفت سنة 90 ونزلت على رأس عملي. نعم في مجال الحكومي. في مجال الحكومي. نعم، احنا نود لك كل الاحترام والتقدير في مجالك، ولكن هذا البرنامج خاص سؤال وجواب، يعني نتحدث سيدي في هذا البرنامج التلفزيوني يعني عن هذه المزرعة بالتحديد، يعني وعن هذا المكان ايضا، يعني كيف اجت المنشأ هذه المزرعة؟ المزرعة استلبتها من الحكومة. نعم. سنة 1997 مع دعم الحكومة لنا. نعم. كان نزرع خضروات وأعلاف، وحاليا أنا نسوق تمور. كيف تجي التطور قطاع الزراعة في دولتك؟ والله تطور نفس دولة الإمارات، تطور في الزراعة ما يوجد مكان. داعمين للزراعة، داعمين للمزارعين، ومن جميع النواحي. دائما احنا نستذكر والدنا وابونا ومؤسس وباني دولة الإمارات طيب الله ثراه الشيخ زايد. الله يرحمه. يعني نستذكر سيدي وعن بناء دولة الإمارات الحديثة وعن مكارم الشيخ زايد التي لا تعد ولا تحصى، تحكي لنا. مكارم الشيخ زايد الله يرحمه لا تعد ولا تحصى. دولة الإمارات بدايتها كانت صحراء. والله يرحمه الشيخ زايد طيب الله ثراه طور البلاد هاي من لا وجود لها. نعم. بالزراعة، والآن دولة الإمارات من أرقى البلدان في العالم من ناحية الزراعة. نعم. والدعم الزراعي، ما في دولة في العالم تدعم المزارعين نفس دولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كنا مثلكم باب الاتحاد، كنا هكذا نمشي ونسير نبى نوصل إلى شيء، وظلينا 25 سنة ونحن نمشي في هذا الطريق. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. ماذا توجه بطاقة معايدة إلى الوطن وقائد الوطن سيدي؟ قدم بايات الشكر تبريكات لسيدي رئيس الدولة حفظ الله وحكام الإمارات وقبول شهر رمضان المبارك. والمزرعة هاي بالتحديد في هناك تصدير ولا كله محلي، يعني التمور اللي تنتجوه؟ والله التمور اللي ننتجها نصدرها على مصنع الفوعة. نعم. هي اللي تاخذ التمور من عندنا، وعندنا اكتفاء ذاتي يعني في التمور. نعم. وفي اللحوم عندنا مواشي الحمد لله رب العالمين. نعم. يعني هون المزرعة تتكون من مواشي، من ايضا تمور. تمور. نعم. نعم. وتخصصتوا بالتمور؟ تخصصنا في التمور. يعني في انواع معينة في التمور؟ نعم عندنا انواع معينة. اها. طيب نحكي شوي اكثر عن المزرعه، كيف اليه المتابعه في هذه المزرعه، كيف بتتابعوها يعني؟ والله اتابعها بشكل دوري. نعم. في يعني في شيء بتنقص يعني هذه المنطقه هاي، في خدمات تنقص؟ لا، كل الخدمات موفرينها لنا. نعم. يعني ما ينقصنا اي شيء. نعم. سيد يعني خليل سلطان بن رحمة الشامسي، احنا بنشكرك. Thank you.
حبت شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي لسه حابت جرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها ربها أجمل مثل ونفلها الله يحفظها ونبقى نظلها نوقف لها كلنا لها نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف نفرحها نفرح نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف